جميل جدا، أنا سعيدة بهذا الخبر. فعلا أنا لمست نجاح ديال الأغنية، يعني الحمد لله قريت تعليقات جميلة جدا عليها في لي ريزو سوسيو، وفعلا هي أغنية كلاسيكية تصلح تكون تيتر ديال المسلسل. يعني معروف على المسلسلات ما كيختاروا غير الموسيقى اللي هي أكاديمية، موسيقى عندها يعني واحد تقولية، فكنتمنى علاش لا. أنا في دال الستيل ديالي كما قلتي، وكيعجبني بزاف، وبديت به ونجحت به، ما كانت أثرش بالتيارات الخارجية. إلا كان شي تيار يعني فيه إبداع، فيه شي ملحن يعني تبارك الله غزال بزاف، وكاتب يعني كذلك، راه غادي نتعامل معاه. أنا كنشوف راسي يعني كنقدر نكفي ونوفي، يعني نكتب ونلحن لراسي، والحمد لله أي عمل كينزل كيعجب الجمهور ديالي.